أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العظيم مش حد فعلا مش حد بجد قلدني كمان شيخ وتاخد. لا انا متكيف انا متكيف يا عم انت مالك انا متكيف انا متكيف يا عم انت مالك يا عم مالكش دعوه بمصدرك يا عم هنروحوا مع بعض ما انت اللي هتروحنا على حسابك. يلا هي شكلها كده للصبح قول كمان شيخ بقى ما انا مش سايبك لحد ما اشوف اخرتك ايه قول يا عم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا عمي والله ما بشحت ازاي انا هتجنن يا ناس يا عمي والله ما بشحت ازاي انا هتجنن يا ناس انا هتجنن ازاي والله ما بشحت تعرف حد تاني يا ابني انت صفرتني يا ابني قول فكم لله استنى يا عم استنى يا عم انت مش شايفنا بنصور يا عم انت مش شايفنا بنصور يا عم انت مش شايفنا بنصور عايزك في كلمتين بس عايزك في كلمتين عايزك عايزك في كلمتين بس يا عم اصبر انت احلى ما شايفنا بنصور شايفنا بنصور انت عايزك في كلمتين ضروري يعني معلش يعني في ايه طيب في ايه كنت انا هنا في اسكندريه كنت في الكليه هنا يعني انت كل ده ده كله ما تعرفنيش يعني ده كله ما تعرفنيش يعني انت جاي كده لا ما اعرفكش انا شفتك كده صدفه بس بوصل الفيديو يا عم بالراحه بس انت جاي متوتر ليه مالك في ايه تسمعني للاخر بالراحه طب هو... لا خلي طب خليه شغال قول قول في ايه ممكن تسمعني للاخر قول يا عم انا كنت محتاج قرشين كده عشان انا اتزنقت هنا انا والله العظيم مش شحات فعلا مش شحات بجد والله العظيم مش شحات فعلا مش شحات بجد انا كنت في الكليه هنا والمحفظه بتاعتي وقعت مني فكنت محتاج قرشين اروح بيهم بس ثواني بس عشان عارف القطعه دي يا جدعان هو انا هديك اللي انت عايزه بس القصه بتاعت انا والله العظيم مش شحات مش شحات فعلا والله العظيم ما بشحت فعلا هو برضه بيقولوا كده برضه بص انا هديك اللي انت عايزه بالراحه بس ما تتوترش انا مش عارف خلاص انا همشي طيب طب اعمل ايه انا بجد محتاج قرشين عشان اروح تلاقي يا عم بالراحه بس يا عم انا بهزر معاك يعني. لا خلاص انا شفتك دمعت ايه ده بقى كده خلاص لا بالراحه بالراحه احنا كنا بنصور فيديو انا بنزل فيديوهات عندي على الصفحه انا فكرتك عارفني والله ده اللي خلاني ما تزعلش يعني لا ما اعرفش خالص بس انا يعني انا عشان بس محتاج قرشين فمحتاج اروح عشان ما يقلقوش عليا في البيت وكده يا عم لا يا عم احنا عندنا لك طب انا اقول لك على حاجه احسن تمام انت شكلك شاب جميل وشكلك كده ما بتكدبش هسالك سؤال احنا بنسال اسئله في القران اللي بيكسب بياخد معاه جائزه ماديه ان شاء الله تاخد الجائزه وتبقى تستاهلها يبقى انت كده فعلا والله ما بشحت انت كده فعلا والله ما بشحت كده يبقى انت فعلا وعايزك تهدى كده بالله عليك ما تتوترش انا مش عايزك تزعل خالص انا شفتك دمعت يعني مش صعبت عليا انا زعلت انا فكرتك بتهزر والله لا مش بهزر والله عادي يعني اصلا انت عارف المواقف اللي بتاعت اول مره يحصل لي والله بس انا ما كنتش عامل حساب حاجه وقعت مني غصب عني فما اعرفش يعني يا عم انا ما اقصدش يا جماعه والله ما حدش ياخد باله ان انا مثلا بستهزئ بيه ولا حاجه انا فكرت والله عارفني انا ما اعرفش برده طب خلاص انا هسالك سؤال يا عم ولو جاوبته معايا تاخد معايا جايزه ماديه وتروح تبقى زي الفل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم إن شاء الله صدق جميل والله دي سوء جميل يعني حبيبي انا كده ايوه كده يا عم انا عايزك تضحك يا عم فكنا وهي يعني لو روحت للبيت ماشي يعني انا اروح ماشي كده عادي حبيبي والله انا كده ايوه كده يا عم انا عايزك تضحك يا عم فكنا وهي يعني لو روحت للبيت ماشي يعني انا اروح ماشي كده عادي حبيبي والله اروح ماشي عادي والله بسم الله يا جماعه لا ضحك انا كده مبسوط انا مبسوط ان هو ضحك كده طب بص انا هقول لك على حاجه حلوه دي سوره غافر ولا غافر ولا غافر سوره غافر انت اصلا كنت عارفها انا عارفها انا بقول لك انا انسان محترم مش بشحت والله العظيم ما بشحت فعلا انا يعني مش ده حاجه وقعت مني غصب عني انا دخلت جرات انت ثواني بقى يا جماعه عشان خاطر لو عارف الصوره بجد يبقى انا كده انا مضطر اقول لك انا اسف انا ابوس دماغك اهو انا اسف بجد كده كسبت معانا جائزه ماديه اتفضل كده كسبت معانا جائزه ماديه اتفضل طب قول حاجه كده بصوتك اي حاجه انت بتحبها مش هتقل عليك اي حاجه اي حاجه بصوتي اه
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق الله العظيم. لا 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 أقول لك مش بشحت والله. أقول لك حاجة تانية. والله العظيم ما بشحت بجد. بجد ما بشحتش والله. أنت بتهزر. إنسان محترم مش بشحت. طب قول يا عم حاجة تانية يا عم. أنا مصدوم يا جدعان. يا عم أنا مصدوم يا جدعان. طب هسمعك شيخ ماهر المقلي. ماهر المقلي قول. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طيب يلا بينا انا معاك للصبح بقى لها حد فلوسي ما تخلص. طيب يلا بينا انا معاك للصبح بقى لها حد فلوسي ما تخلص. خد كمان 100 جنيه يلا بينا عشان تروح تاني. لا مش محتاج. لا يا عم اسمع. لا بس انا مش محتاج. قلد لي كمان شيخ وتاخد. لا انا متكيف. انا متكيف يا عم. انت مالك؟ انا متكيف. انا متكيف يا عم. انت مالك يا عم؟ مالكش دعوه بمصلحتك يا عم. هنروحوا مع بعض. ما انت اللي هتروحنا على حسابك. يلا هي شكلها كده للصبح. قول كمان شيخ بقى. ما انا مش سايبك لحد ما اشوف اخرتك ايه. قول يا عم. الشيخ خالد الجليل. قول مثلا وقال فرعون زارون. انت عارفها؟ عارفها والله. طيب. شكل الراجل ده بيعمل. كمل بس عشان شكلك انت كده ايه بتحور علينا. قول يا عم وقال فرعون. انا مش مصدق بقى يعني الجمال ده كله ويطلع في الاخر والله والله ما بشحت ازاي. قول. طيب. وقال فرعون زروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. هل في بعدها؟ اني اعوذ بربي وربكم من كل متكبر. لا مش مهم تقولها. المهم ان هو قالها يعني قال الحته الاولانيه. طب عايز اسمع منك حاجه تانية للشيخ خالد الجليل. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليك. يا عمي والله ما بشحت ازاي. انا هتجنن يا ناس. يا عمي والله ما بشحت ازاي. انا هتجنن يا ناس. انا هتجنن ازاي والله ما بشحت. تعرف حد تاني يا ابني؟ انت صفرتني يا ابني. قول تعرف حد تاني؟ الشيخ حسن صالح. الشيخ حسن صالح ولاول مره. ولاول مره يعني انت متخيل لما حد يجي يشحت مني حاجه ولاول مره تطلع معانا الشيخ حسن صالح. لو جاوبته حلو هديك كل اللي في جيبي مره واحده. يلا بينا. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
سلام يا جدعان. او انا بحب الشيخ حسن صالح وسمعت له على فكره الشيخ بقى اللي انا بحبه بقلده وانتوا عارفين كده انا اي شيخ بحبه بقلده ان شاء الله. انا بحب له الايه بقى اللي هو بيقول فيها ايه، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. الايه دي رهيبه. لا الشيخ حسن صالح مقرب من قلبي وان شاء الله باذن الله محاكاه كامله للشيخ حسن صالح ده، زائد ان الراجل ده قاله بطريقه جميله. خد بقى كل اللي في جيبي، امسك كده خليهم معاك، بس امسك. انت هتروحني على حسابك، انت هتروحني على حسابك، امسك.